العدالة لما تتحقق فيه. تعرفين قرية المراجدة، الناس اللي كان نفسهم يتملكوا بعض الأراضي يعني، وحقق لهم الرئيس السيسي هذه الأمنية، وقالوا ده 1000 فدان مش كفاية يعني، وتم زيادتها إلى 2445 فدان. شوفوا بقى حالة الفرحة حينما نفتح أبوابا للناس، وحينما نحقق لهم أحلامهم بأنهم، أنتوا عارفين التصاق المصري بالأرض شكله إيه، وهذا الالتصاق بالأرض هو قيمة مصر، وهو ده اللي احنا محافظين على حدودنا وعلى قوتنا وعلى تماسكنا وعلى جيشنا بسبب هذه العلاقة مع الأرض اللي هتشوفوها في هذا التاريخ. وسط فرحة عارمة من أبناء قرية المرشدة التابعة لمحافظة قنا، تملك عدد من المزارعين الأراضي من خلال قرعة تمت لاختيار مواقع الأراضي. عقب الإعلان من قبل السيد رئيس الجمهورية بأنه سوف يتم منح المواطنين بقرية المرشدة عقب زيارة سعادته بتاريخ 13/5/2017، بأنه سيتم منح أهالي قرية المرشدة عدد 1000 فدان. وعلى السرعة تم تشكيل لجنة لتلقي الطلبات، وكان المتقدمين 1459 مواطن، وتم بعد كده تشكيل لجنة فحص اللي استفادوا 978. المفروض دول تتضرب عليهم جرعة وياخدوا 1000 فدان على حسب الأولوية. وكانت لجنة الفحص ولجنة تلقي الطلبات كانت بشفافية تامة، وكان في شروط للمتقدمين. أولا أن يكون من أهالي قرية المرشدة، ما يمتلكش أكثر من مساحة 1 فدان، يكون مقيم إقامة دائمة بقرية المرشدة، ما يكونش مؤمن عليه، يدفع 1000 جنيه شرط لجدية حجز. وفعلا برضو كل غير مؤمن عليه في القطاع العام أو القطاع الخاص، كل اللي توفرت فيه الشروط ديت تم استقبالهم وتم عمل لجنة ليهم. السيد رئيس الجمهورية استجاب الحقيقة بموجه بتخصيص 1000 فدان لأبناء قرية المرشدة. بدأ الفعل فعلا على الفور تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة، وكانت لجنة الحقيقة على مستوى عالي، من المحافظة، من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من هيئة التنمية الزراعية، من التضامن الاجتماعي، كل الجهات المعنية الحقيقة، وبإشراف، وبرضو الحقيقة كان معنا هيئة الرقابة الإدارية عشان شفافية والإشراف على الإجراءات وإنها تكون سليمة 100%. اللجنة توصلت يعني، تقدم لهذه اللجنة حطت شروط ومحددات، تقدم 1460 مواطن فعلا لهذه اللجنة اللي تم انطباق الشروط عليهم 978. لما تم العرض الحقيقة على سيادة الرئيس، المفروض يعني كل فرد أو كل مواطن مستحق ليه 2.5 فدان، فالمفروض الألف فدان كان المفروض المواطنين اللي هم هياخدوا الألف فدان كان هيبقوا 400، لأن 400 في 2.5 يبقى ب 1000 فدان. ال 978 يبقى 2445 لو كل مواطن خد 2.5 فدان. لما تم العرض الحقيقه على السيد رئيس عبد الفتاح السيسي، قال لا، كل الناس اللي فعلا تنطبق عليها الشروط تاخد فعلا هذه المساحه، تستحق هذه المساحه، ومنهم على فكره 37 امرأة معيلة. الحمد لله طبعا بدأنا في اجراءات القرعة، كان يوم 2/5 في الصالة المغطاة في نادي هنا الرياضي، والحمد لله تمت بشفافية كاملة. القرعة طبعا مش ان مين ياخد ومين ما ياخدش، لا، هو كل هياخد، لكن القرعة كانت على مواقع الأراضي، كل واحد هياخد فين الموقع بتاعه، لأن احنا عارفين في 1000 فدان تقريبا ري سطحي، وفي 1445 فدان ري جوفي. الحمد لله القرعة تمت بخير. ساحر تركي